نحن في رحاب جامع الزيتونة المعمور في ذكرى المولد النبوي الشريف، فأحياء هذه المناسبة المباركة له طقوس خاصة هنا، فلنتعرف عليها معا. هنا في جامع الزيتونة المعمور يضرب التونسيون موعدا من كل ذكرى للمولد النبوي الشريف من أجل سرد قصيدة الهمزية لمحمد البصيري، التي تتميز ببلاغتها وقوة نظمها وشموليتها، وتتناول السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فما خصوصية كبيرة عند التوانسة في احتفال ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، منها العادات والتقاليد فيما يخص الزقوق وإقامة الحفلات والسلاميات والعيساويات. من تقليد التونسية العريقة، مدينة تونس عندها التقليد تاع الهمزية. احتفالية علقت لسنتين من جراء وباء كورونا، ليتجدد هذا العام إحياء هذا التقليد بمشاركة الكبار والصغار في أجواء من الفرح والأمل بغد أفضل للتونسيين وللمسلمين عامة. العام بكله على مولد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر فرحة عندنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا فرحانين به، وإن شاء الله كل عام حي بخير، وإن شاء الله ربي يرفع الغمة على البلاد. وجدت بالفرح يعني، وجدت بالفرح، وفي إندونيسيا لا يوجد مثل هكذا وإلا في تونس هكذا. عمان شتارة تونس الميامي.